بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذكر تمهيدين قبل تتميم الرواية الشريفة. التمهيد الأول هو أن إحدى علائم الرحمة الإلهية هي قبول التوبة. التوبة مضافا إلى أنها رحمة من الله عز وجل للعبد العاصي أن يرجع ويؤوب إلى الله عز وجل. مضافا إلى هذا هو مما يوافق العقل ومما يخدم الغاية، وذلك لأن العقل يقول بضرورة إبقاء وإرجاع العاصي. من خرج عن الجادة لا تغلق الباب أمامه. إذا عندك ابن عصاك، هل تطرده من البيت وتقول ما دام ارتكبت معصية فاذهب فلا حل لك، أم تقول تجعل له طريقا للعودة أن يعود إليك ويقرر أن لا يرتكب تلك المعصية؟ الله عز وجل جعل التوبة لرجوع العبد، وإلا لم يبق على جادة الحق إلا المعصوم ومن حذى حذو المعصوم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فواحد بأول قصد للذنب أو بأول ارتكاب لذنب خرج عن الجادة ومال عن الحق، انتهى أمره؟ لا، العقل يقول بضرورة قبول توبة العبد التائب، بل التوبة مما تشوق الإنسان على التمسك بالقوانين الشرعية أكثر. لا يقال إن التوبة توجب إضلال الإنسان، يعني الله عز وجل يقول للفرد اذهب واذنب وارتكب ما شئت وارجع، كلا، وإنما التوبة لمن خرج عن الجادة. طبعا هنا ملاحظة أنه ورقة بيضاء كتبتم عليها بقلم رصاص، بعد ذلك أخذت ماحية مساحة ومسحت القلم الرصاص هذا، راح يظل الأثر. فإذا واحد ارتكب المعصية وبعد ذلك تاب، هذا أثر المعصية بعض الآثار الوضعية قد تبقى ولا تنتهي. بعض الآثار في، يعني هذا نفسه كانت نفس عالية، الآن سقط عن تلك الدرجة العالية. فإذا التوبة مو تشويق للذنب، وإنما التوبة طريق عقلائي ومما يوافق العقل في مسك من يمكن مسكه وإبقائه على جادة الشرع، وهو هذا مما يناسب الهدف أيضا. يناسب الهدف، شنو هدف الخلقة؟ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله خلقنا لأن يرحمنا، هذا غاية الغاية والهدف الأسمى للخلق، أن تعمنا الرحمة الإلهية، أن تعمنا الرحمة الإلهية. فبالتوبة يمكن أن يقترب الإنسان للرحمة الإلهية، ولولا التوبة لابتعدنا عن الغاية. فالله عز وجل برحمته كتب لنا طريق الرجوع، وقال من آبى أبته ومن تاب تبته، إن أعود إليه كما أنه عاد إليه. فلا يستشكل متوهم
بأن التوسل والشفاعة مما تشوق الإنسان الشفاعة مثلا على ارتكاب الذنوب، اذهب وارتكب ما شئت، أمير المؤمنين سلام الله عليه ساقي حوض الكوثر، هناك يسقيك شربة من ماء كوثر وتذهب للجنة. إذا الإشكال هناك فيوجد الإشكال في التوبة أيضا، اذهب وافعل ما شئت وتوب. من قال بأن الإنسان يوفق للتوبة كما لم يوفق شمر على ما معروف يمكن موجود في بعض الروايات أنه طلب من الإمام السجاد سلام الله عليه أن ما الذي يفعله لأن تمحى معصيته قتله لسيد الشهداء؟ الإمام علمه ركعتين صلاة في قضية مذكورة، ولكن لم يوفق لذلك، لأن مثل الشمر مثل من قتل وليا من أولياء الله وأعظم أولياء الله سيد الشهداء سلام الله عليه، هذا لا يوفق للتوبة، هذا من الخاسرين ومن الأخسرين. إذن وزان التوبة وزان الشفاعة، ماذا نقول في التوبة نقول في الشفاعة، هذا أيضا مما يخدم الهدف ومما هو في كمال التعقل ومطابق للعقل، أنه هناك أيضا إذا ارتكبت معصية ارجع لا تبقى على حالك، إن شاء الله ينالك شفاعة المعصوم. إذا خرجت عن الجادة بمقدار في الفروع لا تخرج عن الأصول، إن بقي بمقدار على الجادة على جادة الشرع لا تخرج عن الأصول. هسه إذا ارتكبت بعض الذنوب والمعاصي ولكن لا تخرب عقيدتك بالله عز وجل، يمكن لا تخرب عقيدتك بالمعصومين، يمكن المعصوم هناك يشفع لك. أما إذا واحد يأس، ليش اليأس؟ من يأس الله لا يغفر لمن ييأس، خلاص لأنه أغلق الأبواب أمامه. من يأس من رحمة الله بعد ما له شارة، هو أغلق الأبواب أمامه. ذلك الرجل الذي قتل 60 علويا من أبناء علي وفاطمة عليهم السلام في القضية المعروفة عندما أخذ إلى السجن في قضية الحاكم العباسي، فبعد ذلك خرج. آخر من قتلهم كان رجل كبير في العمر، قال ماذا تجيب جدي أمير المؤمنين يوم القيامة وأنت قتلت من ذريته هذا الكم الهائل؟ فارتجف، ولكن مع ذلك كان مضطرا، يعني ظاهريا، ولا كان يقتله الخليفة فليقتله، فقتل الآخر اللي هو كان 60 وألقى بأجسادهم في البئر وخرج إلى الصحراء. وصل الخبر إلى الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام قال يأسه من رحمة الله أشد مما فعل. ليش؟ لأنه ما فعل يمكن يتوب، والله يتوب عنه ويروح على أولياء الدم ويقول أنا أخطأت وقتلت هذا الذي أنتم ولي دمه، أنت ولي دمه، فيعطي الدية مثلا بطريقة أخرى يمكن أن يسترضي أولياء الدم، يمكن أن يتوب توبة حقيقية فيمكن أن يخرج من هذا الذنب، أو يعذب في يوم القيامة لما ارتكبه، ولكن يأسه من رحمة الله أشد من فعله من قتله 60 علويا. إذن هذا موضوع مختصر حول التوبة. التوبة تشجع الإنسان على توثيق علاقته بالله. التنهيد الثاني في أهمية العاقبة، مو كل من كان على الجادة هو يصل، كلا، أكرمه. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي جهل أن الله عز وجل لا يعذبك لأن في صلبك مولود أكرمه. هذا راح يكون مؤمن، يعني يؤمن به فلا ينزل العذاب، كما بينا تفصيل هذا الكلام في البحث السابق حول ظاهرة التزيل. فإذا يقول بأن عكرمة التزيل التفرق، لولا أن هناك ذرية مؤمنة في أصلاب قوم كافرين لعذب الله الكفار لكفرهم، ولكن هذا الاختباط وعدم الافتراق موجود ولا ينزل العذاب الإلهي. ف
فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول له أبي جهل إن لك من سيولد، اسم عكرمة، هذا يؤمن به والله عز وجل لجهته بجهة هذه الذرية اللي موجودة في صلبك ما ينزل عليك العذاب، ما ينزل. ولكن هنا رسول الله يشترط شرطا، يقول عكرمة إن بقي على الجادة. يمكن رجال يجي ويؤمن وينحرف في آخر أمره، المهم البقاء على الجادة. وعكرمة هذا كان رجل حارب مع المشركين، يعني في صفوف المشركين في بدر وأحد، وكان في أحد ممن أتى مع خالد من خلف الجبل وسبب قتل 70 مسلم ممن آمن برسول الله ومنهم حمزة. فهذا كان نهج، كان متشدد كأبيه أبي جهل. ولكن بعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة فر إلى اليمن، زوجته يمكن أم حكيم هذه أسلمت وأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبت له الأمان، فالرسول هم أمنه وأتى إلى رسول الله وأظهر الندامة على ما فعله وأسلم. وبعد ذلك اشترك في حرب حنين، زين اشترك مع رسول الله في الحرب، ولكن هل بقي على الجادة؟ كلا. التستري يذكر ويقول في قاموس الرجال أنه في قضية سقيفة حول، هو كان توه مؤمن بعد فتح مكة يعني مسلم، ولكن في قضية سقيفة حول كان ممن وقف مع أبي بكر وممن خطب ضد الأنصار وشدد بغلظة على الأنصار الذين لم يريدوا مبايعة أبي بكر، فإذا انحرف عن الجادة. الله عز وجل أعطى لأبي جهل الحياة حتى هذا عكرمة يخرج من صلبه ويؤمن ويسلم، ولكن هو هذا ضمان نهائي أن العاقبة تكون حسنة؟ العاقبة بيد الإنسان. يمكن واحد يكون الآن رجل طيب مؤمن صالح متدين ولكن ينحرف، ماكو ضمان. اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير، هاي قضية يمكن في آخر لحظة من لحظات حياة الإنسان الفرد ينحرف يكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. هذه المحتملات كلها واردة، وما أكثر القضايا السابقة والمعاصرة لنا. ما تشوفون بعض الأفراد في بعض الأحزاب مثلا كان يصلي صلاة الليل وكان متدين وكان يجاهد مع ضد صدام، وقتل من قتل من أقربائه في فترة البعث، ولكن الآن أجا وصل إلى كرسي، صار مدير دائرة، صار وزير، صار معاون وزير، يكون أكبر سارق، يكون أكبر ظالم. مو أنه إذا واحد صلى صلاة الليل ضمن العاقبة، لا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لمن يشوف السلطة والكرسي والمال والخدم والنساء وما إلى ذلك يطغى يطغى يخرج. رضا خان هذا شاه إيران الأول دكتاتور، هذا في أيام عاشوراء كان يجعل الطين على جبهته ويخرج في مواكب العزاء لاطما باكيا، هذا في شبابه. والشيعي كان رضا خان، ما كان رجل ما أدري نصراني أو بوذي، كان رجل شيعي، ولكن إلى أين وصل؟ أن يأمر كل مجالس سيد الشهداء أن تغلق ويعتقل من كان يقيم مجالس العزاء لسيد الشهداء، و و و إلى أن مات خلاص. فيمكن واحد يكون على الجادة ويكون مستقيم ويكون طيب وصالح بس ما يضمن العاقبة، المهم أن يستمر الإنسان على الصلاح، مو والعياذ بالله ينحرف يتغير. هذا هم لا يكون إلا بالتوكل على الله أولا، والتوسل من الأئمة المعصومين، يطلب منهم الإنسان عندما يذهب أن يجعلون عاقبته على خير، هذا دعاء حقيقي. ويكون يمكن مرة نقلت أو في مكان آخر أن السيد الجاد رحمه الله الميرزا مهدي كان في سجدة صلاته يقرأ هذا الدعاء اللي الكثير منا قد يلتزم به، اللهم اجعل عواقب أمورنا على خير، اللهم اجعل عاقبة أمري على خير. فأحد الشيبة ممن ارتبط معه لسنين طويلة
والسيد كان سيد مقدس حقيقة. قال له سيد أنا أتفوق 70 سنة عمرك، هذا الدعاء يعني كأنما دعاء بما أنه وارد تقرأ. قال السيد التفت إلي وقال بحالة مستغرب، قال لا بالفعل أنا أخاف من عاقبة أمري، مو دليل. مش المغاني كان من أكبر علماء الشيعة وانحرف إلى أن صدر اللعن من الناحية المقدسة نحوه. كثيرين يمكن تشوف علماء بعدين يصيرون علماء السوء ينحرفون. فإذن التوبة طريق الرجوع، ومن الضروري أن يخاف الإنسان عاقبة أمره. عكرمه الله عز وجل تفضل على أبي جهل بعدم العذاب لوجود عكرمه، بس عكرمه هو بيد الاختيار. وطبعا هو مات في سنة 13 من الهجرة، يعني ما عمر، مات أيضا في حرب يرموك، في معركة يرموك أيضا، يعني الظاهر أنه استشهد في صفوف المسلمين، ولكن تنفعه الشهادة؟ كلا، إذا انحرف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وخالف علي بن أبي طالب. طبعا هدد الأنصار هو في السقيفة تهديد قوي. زين، بس نشوف نكمل الرواية. بعد أن دعا الله، دعا إبراهيم أن يهلك الله من ارتكب الفاحشة 6 نفرات، بعدين أيضا رأى من يرتكب الفاحشة فأراد الدعاء لهلاكهم، فأوقفه الله عز وجل أنه يا إبراهيم أنا ما جاي بالعباد حتى أعذبهم، أنا جاي حتى أرحمهم، فأعطيهم مهلة، وسياستك أنت مو مثل سياستي، وما يمكن أن تشترك في ما أنا قائم به. أنا يمكن أأذن لك في شيء، ولكن أنت ما تقدر تضغى عن هذا الوضع. فماذا قال له رب العزة؟ قال وعبادي معي، يعني هؤلاء الناس اللي خلقتهم معي، خلال 3، يعني بين خصال 3، بين طرق 3، مفرد الخلال الخلة، يعني 3 حالات أكو، أنا وعبادي اللي يعصوني، أنا مخير بين أحد 3 حالات. الصورة الأولى إما تابوا، التوبة، فماذا؟ إما تابوا إلي فتبت عليهم، يعني تابوا يعني عادوا إلي، فتبت يعني عدت إليهم، الله ما يروح حتى يرجع، يعني تعود رحمته، يعود لطفه، فعدت فتبت عليهم، وغفرت ذنوبهم، وسترت عيوبهم، بل أكثر من ذلك، الله مو أنه يغفر الذنوب، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، نفس السيئة تنقلب حسنة، الله كريم متفضل ولا تنقص خزائنه، بيده الأمر. وسترت عيوبهم، هذا العيب الذي ارتكبه أنا أستر هذا العيب. وحقيقة ستر عيوب الناس من أهم الأمور ومن أهم الواجبات، حتى واحد عيبه لازم يستر عن الآخرين. إذا واحد يريد يستغفر الله عز وجل فليستغفر الله في الخلأ مو في الملأ. يجي لك واحد يقول أنا أذنبت كذا وكذا، قل له لا تنقل لي الذنب، أنا ما علي أنه أنت أذنبت وما لم تذنب، هناك العشرات الكل يذنب والعياذ بالله، الإنسان مو معصوم إلا القلة النادرة الذين قووا في نفسهم ملكة التقوى زين والخوف من الله عز وجل. فأنت خلي ذنبك بينك وبين ربك واستغفر الله، الله يتوب عليك وانتهى. وسترت عيوبهم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وإما هي مهلة، يمكن الآن ما يتوب، أنا أمهله في الدنيا. وإما كففت عنهم عذابي، لماذا؟ للتزيل، كما ذكرناه في البحث السابق، لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم ذريات مؤمنون فأرق بالآباء الكافرين. طبعا الله عز وجل مو محل الانفعالات النفسية، فأنه يرق بالآباء الكافرين يعني تشملهم الرحمة الرحمانية ولا ينزل عليهم العذاب، وبينا الرحمة الرحمانية أيضا في البحث السابق. فأرقوا بالآباء الكافرين وأتأنى بالأمهات الكافرات، أعطيهم مهلة، الأم كافرة تستحق العذاب
ولكن بما أن هذه الذرية تخرج من رحم هذه الأم فأنا أعطيها مهلة وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم. فإذا تزايلوا، تزايلوا يتفرقوا، تفرق المؤمن عن الكافر وظهر المؤمن اللي كان في أصلاب هذا الكافر. فإذا تزايلوا، طبعا تزايلوا زال يزالوا، مو من زال يزولوا، المادة زال يزالوا يعني اختلف وتفرق. فإذا تزايلوا حل بهم عذابي وحاق بهم بلائي، يعمهم البلاء. وإن لم يكن هذا ولا هذا، يمكنهم أنا ما أعذبهم بالدنيا، هذه الخصلة الثالثة، الأمر الثالث. فإما يتوبون أتوب عليهم، وإما أنتظر أن يتفرق الآباء من الذرية الطيبة مثلا، أو حالة ثالثة، فإن الذي أعددته لهم من عذابي يعني في الآخرة أعظم مما تريده بهم. يا إبراهيم هسه هذول دا يرتكبون الفاحشة وما يتوبون، وأنا أمهلهم وماكو ذرية طيبة في أصلابهم، وعذبهم في الآخرة للمعصية مو في الدنيا، أتركهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فإن عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي، أنا أعذبهم حسب القوة المطلقة التي يملكها الله عز وجل، لأنه المتسلط القوي القادر على كل الأمور. يا إبراهيم خلي بيني وبين عبادي، اترك خلي يكونون مع ربهم، فأنا أرحم بهم منك. أكو في رواية أن في قضية قارون والنبي موسى أن النبي غضب واتق شر الحليم، غضب وكان يستحق أن تخسف به الأرض، يعني هو كان يستحق هذا، مو أنه النبي موسى سلام الله عليه أنه قال أو دعا عليه بخلاف استحقاقه. وفي الرواية أنه كان أكثر من الدعاء في هلاكه إلى أن نزل هو وكل ما يملك إلى تحت الأرض. ففي هذه الرواية أنه لو كان يطلب من الله أن يرحمه، الله كان ينزل الرحمة عليه. بما أنه كان يلتمس موسى، موسى شاف هذا يستحق العذاب الإلهي فدعا عليه بالهلاك فهلك. ولو كان يرجع إلى الله عز وجل، الله ما هكذا يقول، فأنا أرحم بهم منك، كما أن فرعون ذهب إلى الله عز وجل والله كشف العذاب عن آل فرعون. وخل بيني وبين عبادي فإني أنا الجبار، جبار يعني القاهر المتسلط العظيم القوي المتكبر الملك الحليم المتسامح، أنا ذو الصفح العلام أعلى بس، مو هذا الصفحي. بعض الأحيان واحد يفصح عن جهل أو عدم علم، لا، الله يقول أنا العلام الحكيم، يعني بحكمتي أصفح عنهم، أديرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا جهل إنما دفع عنك العذاب، أو إنما دفع يعني دفع الله عنك يا أبا جهل العذاب لعلمه، لعلم الله بأنه سيخرج من صلبك ذرية طيبة. شنو طيبة؟ يعني تؤمن وتسلم برسول الله. أكرمه ابنك، الذرية الطيبة أكرمه، ذرية طيبة. لماذا طيبة؟ لأنها تؤمن. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، المرحلة الأولى الإسلام موجود زين. وسيلي من أمور المسلمين، هذا يصير شخصية ويشترك في حرب حنين ويكون ويكون. ما شوف الشرط، مو مطلقا الطيب يبقى طيب، ما إن أطاع الله ورسوله فيه كان عند الله جليلا. إذا يبقى مطيع وبعدين ينحرف ويخرج، يبقى كان عند الله جليلا يعني عظيما عظيم القدر، يبقى عند الله ولكن انحرف مع ذلك. طبعا ابن أبي الحديد المعتزلي أيضا يقول بأنه في قضية السقيفة وقف مع الغاصبين وخطب خطبة وهدد فيه الأنصار، لذلك يرى في التستري رحمه الله بأنه مات منحرفا.
وإلا فالعذاب نازل عليه. يعني لولا هذا ابنك الله ينزل العذاب عليك. الله يريد يتم الحجة، أتم الحجة على ابنه عكرمة أنه أنت انحرفت باختيارك فأيضا تعذب. وإلا فالعذاب نازل عليك. وكذلك سائر قريش السائلين، يعني الذين سألوا العذاب، لما سألوا من هذا إنما أمهلوا، لأن الله علم أن بعضهم سيؤمن بمحمد. وينال به السعادة. بعض الحاضرين الآن كافر بس بعدين يؤمن، من الحاضرين، وآمن كثير من الحاضرين لاحقا برسول الله، فهو يعني فالله فهو لا يقطعه عن تلك السعادة. ما دام أكو أمل أن يؤمن الله يمهله حتى يصل إلى تلك المرحلة ولا يدخل بها عليه. أو من يولد منه، يمكن هو مو مؤمن ولكن ذرية مؤمنة، يحمل ذرية مؤمنة. أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه، يعني فالله عز وجل يمهل أباه لإيصال ابنه إلى السعادة. ولولا ذلك لنزل العذاب بكافتكم، لولا التزيل أنه كان ينزل العذاب. فانظر إلى السماء، هنا مع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله يظهر عليهم العذاب، وينزل العذاب على سمت رؤوسهم، جهة رؤوسهم، وترتعد فرائصهم، ولكن هذه الذرية الطيبة تخرج من أصلابهم، وتلك الودائع كامنة في قلوبهم من الإيمان لمن كان يؤمن لاحقا تخرج وتدفع العذاب. يعني شبه صور لهم ذلك أيضا لإتمام الحجة. ولولا ذلك لنزل العذاب بكافتكم. فانظر إلى السماء فنظر فإذا أبوابها مفتحة، وإذا النيران نازلة منها مسامتة لرؤوس القوم. السمت يعني نقطة في السماء فوق رأس الإنسان، هذا في علم الفلك هكذا يقولون، مسامتة لرؤوسهم، لرؤوس القوم، يعني على رؤوسهم كأنما العذاب الآن يهبط عليهم، ينزل عليهم. تدنو منهم، تقترب، حتى وجدوا حرها بين أكتافهم. الحر وصل لهم، حسوا بالحر. فارتعدت فرائص أبي جهل والجماعة، الفريسة لحمة بين الثدي والكتف، هذه ترتعد عند الفزع، حالة طبيعية تعتري على جسم الإنسان عندما يخاف خوفا شديدا. ترتعد فرائصه أبي جهل والجماعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تروعنكم، لا تخافون العذاب الآن ما ينزل بكم، فإن الله لا يهلككم بها وإنما أظهرها عبرة. الله عز وجل أظهرها عبرة لكم إتماما للحجة، هي الحجة تامة ولكن مع ذلك. ثم نظروا إلى السماء وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها، يعني قابلت النيران هذه الأنوار، ورفعتها ودفعتها، رفعت النيران دفعت النيران هذه الأنوار التي خرجت من ظهورهم، حتى أعادتها في السماء كما جاءت منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله شنو هالأنوار؟ يبينها رسول الله، إن بعض هذه الأنوار أنوار من قد علم الله أنه سيسعده بالإيمان بي منكم من بعد. الآن كافر ولكن لاحقا يؤمن، فهذه أنوار أولئك. وبعضها أنوار ذرية طيبة ستخرج من بعضكم ممن لا يؤمن وهم يؤمنون. الأب كافر ولكن الابن مؤمن، الله عز وجل رفقا لذلك المؤمن، وعدم الاستعجال بالعذاب وعدم البخل عليه من إيمان من قد يؤمن وإن كان ينحرف لاحقاها، ولكن الله يعطيه المهلة لا يعذبكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتوبة وللرجوع إلى جادة الشرع ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.